السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة شيبة زين بهاني. نتمنى تكونوا بألف خير. وصفتي اليوم خاصة بطبق ديال صفة الروز، مزينة بالدجاج وكذلك بالفواكه الجافة معسلاها. بالنسبة للدجاج، خذوه قبل على تساع وبقى في الثلاجة ينشف تقريبا، حاجة نمشي دجاجة تقريبا متوسطة على حسب دي كيلو ونص تقريبا، واللي عنده شي كمية مثلا قليلة يقطعوا قطع صغار. نغسلها، غسلتها بالملح وبالحامض، يعني راكم كل شيء المغاربة عارفين الطريقة ديال الغسيل ديال الدجاج. أيوة، هو من الأحسن يكون ناشف. نحتفظ بالكبدة، ديجا كانت عندي زايدة، والعنية والقنيصات، بصلة مشلضة، الحامض مسيار، زيت نباتية وزيت الزيتون. بالنسبة للعطرية، الملحة، زنجبيل أو سكنجبير، ثومة، سمن، فلفل أحمر، الابزار، الكركم او الخرقوم البلدي، شويه الهريسه، القرفه عواد، وكذلك مطحونه، ومربع ديال الزعفران، ضويمه الزعفران، القليل من الماء. ندوزو ان شاء الله نحضرو الدجاج هو الاول. نضعو الدجاج في طنجره، اللي بغى يصيب شرموله بوحدها عادي يبدا يرقد فيها الدجاج، انا غنرقدو في يعني مباشرة نرقدوه في العطرية في الطنجرة. نضيف ليه الحامض المصير غير اللب ديالو، يعني الداخل ديالو فقط، نحيد القشرة، نزولو لكان هكا دوك النواة ديالو العظيمات الصغار نحيدوهم. وكنصيحة، الحامض دابا موجود، اللي بغى يرقدو هاد الحامض البلدي يرقدو في الدار من الأحسن، راه كيبقى واحد المدة. من بعد ما وضعت الحامض كما كتشوفوا، غنبدا نضيف ليه الثومة، اللي كيفضل الثومة يوضع كمية أكثر، يعني 3 دريسات ديال الثومة، القليل من الماء، كيفاش غنرقد الدجاج مع العطرية، شوية البزار، الملح ما نقويش حيت الحامض ديجا فيه الملح، وكذلك السمن، الهريسة اللي كيفضلها اللي ما كيبغيهاش ما يوضعهاش، الكركم انا كنكتر منه، او الخرقوم البلدي. في الدجاج غنوضع القليل من القرفة، غير القليل فقط لان كتغير اللون، ما غنوضعش عواد. سكنجبير او زنجبيل، الضويمة ديال الزعفران، اللي عنده الزعفران شعره يحتفظ بالضويمة يحيدها ويديرو غير هو، انا متصابش عندي. بالنسبه للزيت الروميه وزيت الزيتون كنحتفظ بهم لمن بعد، يعني ما كنورقدش فيهم الدجاج حيت ما كيخليوش الدجاج يشرب العطريه، هذه كمعلومه. الزيت دائما ما كنوضعوش مع الدجاج في الاول، كنضيف السمن قليل فقط، نرقد هاد الدجاج وغنخليه واحد المده حتى يتشرب هاد العطريه، عادي يمكن ليا نوضعه على النار. هاد الطريقه يمكن لكم ديروها في الليل، يصبح مرقد هكا في سوبيره في الثلاجه، حتى الصباح عاده يمكن لكم توضعوه على النار. انا ضفت ليها الربيع، يعني القزبر والمعدنوس مقطعين، خدتهم من الثلاجه وضفتهم، كيشو ما كنتش واضعاهم في الاول مع المكونات حيت خصني نجبدهم من الكونجيلاتور، كنت مقطعاهم. كنرقدوا هاد الدجاج، كنخليه واحد المده، من بعد غنضيف ليه الماء وغنوضعوه على النار
دابا ان شاء الله غندوز نحضر الروز. الروز انا خديت الروز الابيض كيف ما كتشوفوا، خديت انا ديال الساشي، اللي بغى ديال العبار ياخد ديال العبار. تقريبا خديت كيلو، غنحتاج المشماش كيف ما شفتوا يابس، الكيوي كذلك، اللوز، الجوز او القرقاع، الاناناس، العنب اليابس، عندي البيض ديال السمان، سكر سنيده، ويدات تاع القرفه، والقرفه بودر على حسب اللي بغى يزين بها. اول حاجه غندوز الرز، راه نقيته يعني شفتو، نغسلو ضروري تغسلوه حتى يتسقطر، وتكون واضعين الطنجره اللي غد يكون فيها الماء سخون باش شي شويه غنوضعو فيها باش ياخد شي شويه الطياب، غير فقط واحد شويه غير يشرب شويه الماء ويرطب غير شي شويه ونحيدو. غندوز دابا نعسل الفواكه الجافه. عندي الكيوي وضعت ليه القليل من الماء، وعويدات ديال القرفه. بالنسبه لهاد الفواكه من الاحسن ما توضعوش القرفه مطحونه لانها كتغير اللون، كنسم فقط بالعويدات تاع القرفه. غندوز نوجد كذلك المشماش. هاد الفواكه كلها راه ديجا غسلها حتى نشفت، عاد بديت دابا كنوجدها باش نعسلها. كنوضع المشماش مع الماء، العويدات القرفه راه غسلاهم ومنشفاهم كيف ما قلت لكم. حاولوا ما توضعوش القرفه مطحونه، راه كتغير اللون ديال هاد لي فخو السيك، راه ما كتخليهمش عاطين اللون ديالهم الاول. من بعد ما تقلات ليا الدجاج مزيان، تقلى مزيان، عاد كنضيف الزيت تتشرب ليا العطريه. ضفت الزيت النباتيه، وضفت كذلك الزيت هذه ديال العود، زيت الزيتون، بالنسبه للبصله اللي باغي تضغمي راه كثيره لانني ما غنحتاجهاش، فقط غادا نرافق بها الطبق. يوضع اكثر من هذه الكميه، انا درت بصله واحده كبيره مشلضه، يمكن لكم ديروا جوج او ثلاثه. صافي غنخليهم حتى تدبال هذيك البصله. بالنسبه للدجاج ما تكتروش معاه الماء دائما، ملي تبغيو تزيدوا الماء حاولوا ما تزيدوش كميه كثيره، خصوصا الا كان صغير، ما كانش قطع كبار يعني، وما كانش حتى هو كبير بزاف، غير القليل من الماء. من بعد ما طاب الكيوي وكذلك المشمش اليابس، غنحيدو العويدات تاع القرفه لان ما يمكنش نعسلهم بهم. صافي عطاو النسمه ديالهم، غنزول العويدات وغنضيف ليهم سكر سنيده، كتبقى حسب الذوق. وكذلك القليل من الزبده باش يبقاو رطبين، وكذلك كيف فيهم واحد اللمعان. اللي بغى يمرقهم بالمرقه يعني يكون لاصوص في الدجاج ويمرقهم بهم يمكن. انا فقط درت غير الماء، علاش؟ حيت باغيه اللون يبقى ليا كما هو يعني في الاصل. هنا البرمه اللي سلقت فيها الروز راني حيدته، صفيته كيف ما كتشوفوا، وخليته حتى تسقطر مزيان، عاد وضعته. دابا غنوضعو على البوطه باش يفور ليا مزيان، طلع فيه الفوره يكمل الطياب ديالو. الدجاج هو تبارك الله تشحر، وضفت لي كذلك العنيقات والقنيصه، فقط الكبده اللي احتفظت بها لان ما كتاخذش وقت كثير، وخاصني ضروري نسلقها شي شويه غير تحيد منها شويه، لكن حيت هي كطلق واحد اللون شويه داكن. الاناناس كذلك غنديري نفس الطريقه تاع الكيوي، كذلك العنب يابس هو غنديري نفس الطريقه، مع العويدات تاع القرفه، مع القليل من الماء، مع الزبده، مع سنيده، هادو غيحتاجوهم. والكبده غندوز ان شاء الله نسلقها هي، وكذلك البيض غنسلقو ونقيه. من بعد ما طاب الدجاج وحيدته وضعته في لاطات الفرن، ضفت الكبده بعد ما سلقتها كيف ما كتشوفوا مع الدغميره، ولو هي قليله الدغميره كما قلت لكم ما غنستعملهاش.
غتبقى فقط مرافقة للطبق. غندخل هاد الدجاج ولكن حتى ندهنو غنوجد ليه واحد الدهنة اللي هو معلقة كبيرة الزبدة، معلقة كبيرة الموطارد، ومعلقة صغيرة ديال الهريسة، وغندهنو كامل. انا شعلت على الفران باش ندخلو يتحمر. اللي بغى يدهنو غير بالزبدة، يعني ما بغاش يدير الحار، يدير فقط غير الزبدة والمايونيز، ولا الزبدة ولا مطارد، ياخد واحد اللون زوين مع هاد الزبدة ولا مطارد، وكذلك الهريسة كتعطيه اللون محمر. ان شاء الله ندخلو الفران ونعاود نتلقاو. من بعد ما فار الروز كيف ما كتشوفوا، يعني فار جاب الفوره طاب، غنضيف ليه قليل من الزبده. انا قبل ما نوضعه في الكسكاس راه درت ليه الملح، منين نشف تسلق ونشف درت وضعت ليه الملح والقليل من الزيت، عاد درتو يفور. دابا غنضيف ليه فقط الزبده، السكر كلاصي دو سبيسيال مغرب له. غنخلط الروز مزيان حتى ياخد عيب شويه باش ما حيت هو خديت الابيض، يعني ماشي داك الروز القاصح، هذا كيجي صراحه مخير في الصفه. نحرك حتى يتشرب السكر يدوب، وكذلك الزبده. بالنسبه ليا انا غنزين في هذا المول ديال السيليكون باش ياخد لي هذا الشكل. اللي عنده غير مول ديال الكيكه ولا وايل الالومنيوم يمكن يوضع فيه، كتبقى تزين على حسب كل واحد. يمكن فقط ديروا طبقه في الطبسيل عادي، طبقه تاع الروز، وتوضعوا الدجاج الوسط وعاد تغطيو عاود بالروز كما كنا كنقولوا من قبل. السفه المردومه او كاين اللي كيقول مدفونه، كل واحد كيفاش كيقول ليها، يعني كيبقى اختياري في التزيين وفي التقديم. فقط كيف ما كنقول انا كنقدم الطريقه ديالي، وكتبقى كل وحده فنانه في الطبخ ديالها وفي المنزل ديالها، كل وحده عندها اللمسه ديال اليد ديالها. ضروري غندخل السفال لداخل كيف ما كتشوفوا المول باش ياخد لي الشكل ديالو. غندفع مزيان، نهبطها لتحت باش تاخد ليا هذوك الشريطات اللي فيها نفس الديكور نلقاه مني غنبغي نقلبها. هاد الطبق صراحة كيحمق علي وليداتي ولا انانيت، خصوصا ان الروز ما فيش مشكل في بالنسبة للهضم، حتى واحد ما كيلقى معاه مشكل وفيه افاده الحمد لله على صحتنا على وليداتنا لبزاف الحوايج، وسهل كذلك لو بغينا نصيبو راه كيجي سهل، ماشي بحال الشعريه كاين اللي كيصدق ليها كاين اللي ما كيصدقش. سبحان الله الطبق ديالها. هذا هو الشكل كيف ما شفتو، خدات لي الشكل ديال المول. بقى غنعمرها من الوسط كذلك بالروز. دابا غنبدا نزين كيف ما كتشوفوا كيوي قطعته في الطول باش ياخد ليا شكل طولي في هاد الخطوط اللي في المول، كذلك المشمش قطعته حتى هو في الطول. غير حاولوا ما تطيبوش بزاف باش يبقى شاد لكم شويه في الطياب. غنوضع الدجاج ان شاء الله باش يبقى كل حاجه وضعتها تبقى شاده المكان ديالها. شفتوا اللون ديال الدجاج كيف جا محمر، لون زوين مع الخلطه اللي دهنتو بها. غنكمل وضعت الكيوي والمشماش معسلين، دابا غنوضع العنب يابس اللي عسلت، من الاحسن غنستعمل يدي باش يثبت ليا في الخطوط.
ان شاء الله الطبق ملي تزينوه راه يمكن لكم تدخلوه الفران، لان باقا مشعل الفران وغنوضعو في لاطا وغندخلو الفرن باش يسخن تماما، ما يكونش العافيه الفوق فقط في الاسفل، ويكون هو سخن راه غتسخن، لان التنظيم اللي كندير شي شويه كيبردو، كيبرد شويه لان كيبغي وقت. نزين كذلك باللوز اللي سلقته قشرته، غير كنصيحه كذلك ملي تبغيو تقليه وحاولوا توضعوه في الزيت بارد وتنقصوا العافيه، لان الا درتو في الزيت سخون راه فقط كيتحمر وما كيكونش مقرمش. دابا غنوضع البيض ديال السمان اللي قشرت، اللي بغى يقسمها على جوج يقسم البيض على جوج يمكن ليه، انا وضعته كامله البيض يعني ما قسمتش، وغنكمل التزيين في الخطوط في نفس الشكل في نفس الترتيب. غنمشي بالكيوي كذلك، المشماش العنب اليابس معسل اللي كيفضل هذا اللون، او اللي يدير الاخر البلدي اللي هو اللون ديالو شويه غامق، يعني العنب اليابس اللي هو اسود شويه. وغنوضع كذلك البيض، دابا الطبق ديالي قرب يعني ضروري غنكمل، لانني خصني نوضع الرز في الداخل ديال كيف ما كتشوفوا بقى لي واحد الفراغ الوسط، غنملؤه بالرز باش نكمل التزيين ديالو كيف ما كتشوفوا. انا كنقاد فيه لان باقي ليا الاناناس ما وضعتوش، وهذاك هو اللي كان وضع في الاعلى كيف ما كتشوفوا غنوضعو الاناناس، راه عسلتو كيف ما قلت لكم بنفس الطريقه، كنوضع فقط العويدات ديال القرفه كيف ما شفتوا بقى اللون ديالهم كيف ما هو، يعني لا درتو القرفه مطحونه راه كيتغير اللون ما كيبقاش لونه فاتح بحال هكا. كنزينو بالقرقاع اللي دخلته الفران شي شويه تصهد مع الدجاج. هذا هو الطبق ديالنا، دابا باقي ما كملتش لانني ضروري غنوضع الكبيده والعنيات القنيصات كيف ما شفتوا، واحتفظت بالضغميره حيت درتها قليله بوحدها. وبالنسبه للسكر كيبقى اختياري، توضعوه هكا بوحدو من الاحسن. وهذا هو الطبق ديال اليوم، نتمنى ينال اعجابكم ومشاهده طيبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.